الإخوان والأخوات، أصدقاء ومتابعي القناة، السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. في البداية كنبغي نشكركم جميع على التشجيع والدعم اللي كتقدموه للقناة. هذه الكبسولة غادي نتكلموا فيها على بيروز نيبر الشهير اللي كيتواجد بالقرب من قصر الباهية وكيزاور مقر عمالة مراكش المدينة برياض الزيتون، وهو عبارة عن رياض فخم. كان عنده باب جميل مقوس ومشواف رائع من الخشب، وكانوا كيزينوه في المدخل ديالو زوج ديال المدافع أثريين كيرجعوا للقرن 17، تم اختفاءهم في السنين الأخيرة. تحول بيروز نيبر فيما بعد البيرو الرحمنة والجيش. وأما بالنسبة لإسم ديال زنيبر فهو السيد محمد بن عبد الهادي زنيبر، كان تاجر تاري كيذهب لبريطانيا وكيتعامل مع معظم تجار مانشستر. شغل منصب وزير وسفير، وكانت له عدة أملاك بمراكش وبمدينة سلا. توفى عام 1920. كيتوفر بيروز نيبر على مساحة كبيرة، كان من المتوقع باش يصبح مرفق صحي ضمن مشاريع الحاضرة المتجددة، إلا أنه تحول وسط اندهاش الجميع إلى بناء مشروع سياحي لمستثمر أجنبي، واختفت معالمه الأثرية. أحبائي، حتى لهنا غادي نوداكم حتى نتلقاو في كبسولة قادمة إن شاء الله تعالى، خالص المحبة والتقدير. رحلة ده.